أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين شتم المسلم قفك مسلم كأها قال عايا وحكو سواروري أخرج أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل أي يمد فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مملوكين الضمان لا يهانك مملوكين الضمان مماليكها أيان لا يهي يكذبونني ويبينيان ويخونونني وين خائمان ويعصونني وين أمر ديدان وأشتمهم أن تبدل كذلك مركوان عايا وأضربهم فكيف أنا منهم حكيما أنا إيه وكل الجوغنا سيان كلا النهاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب وحل حساب ما خانوك وحيك خائمين وعصوك يكو عاسيين وكذبوك يكو بينيين يا الله حساب يا وعقابك إياهم عقابتي عقابتي بس بربر لقي فإن كانت عقابك إياهم بقدر ذنوبهم عقابتي عقابتي هديد دم بقودي أي لا أكتهي كان كفافا بربر دعب نقن لا لك ولا عليك بربر دعب نقن هاي سانتي مركا وعن لبضا يسكو لفتا وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم عقابتها عقابتها ديدا بقودي أي كيريد كان فضلا لك عقابك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم من عقابتي بيريد كان أذيك وحاكوسك ناضي فضلا زيادة كوسك ناتي يعني زيادة أجري بأذي كوسوها ليسا وعقابتها ديبا كيريد بقسمين وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم هذه لكن عقابتي الأرباح كل فتاي كون الدين بجودة وقتص لهم منك الفضل الفضل أنت زيادة أهيد الفضل أهيد العقاب هذا الدين بجودة داري بلغ جري فتنحى الرجل منك بجوني أبحي وجعل وحوم بالله بيهتف إنه عباضة ويبكي أويو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين بندقينا القسط ليوم القيامة وفلا تظلم نفس نفنا لظلمه ما شيئا وإن كان مثقال حبة بها النقض من خردل أتينا بها وكيننا وكفى بنا حاسبين ماذا آيات آخرين فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا أنا إيه كواس وحكا خير بدن قرن مايو من مفارقتهم إن أنا بنانك أقول بحين تن كفر أقوض أشهدك أنهم كلهم أحرار حانكم مخرتي قلن جيبي قود إن أنا حرك وردك أنا بريب حسابي سوقي من هين كذا في ترغيب وقال إسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات وأخرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شتم أبا بكر بوعايي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فجعل النبي نبي حق ذا قلي وبلا يعجبه إن أرنتها عجب جلسه أبو بكر صبر كيسي ينك عيديسي ويتبسم أدول عديو فلما أكثر نكو مركو عيدي بديي رد عليه وحننك أجوابي أبو بكر بعد قوله عيدي سيقار كمان أبو بكر كجوابي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه حكدبتك أبو بكر فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعد قوله غضبت وقمت قال النبي حير إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعد قوله وقع الشيطان قلت هذا الشيء وجبت الشيطان ما مشي صدعي أفلم أكن لأقعد مع الشيطان أني إبليس ميل ولا فريسا مين ثم قال حير يا أبا بكر ثلاث كلهن حق صدح الرماد
mid kasta waa dhab. Maa min cabdin dhulima bimadlamatin oo fayufdi, ka tagaya dhulmigiisa la dhulmiyey, iska saamaxaya, canha lillaah ilaa acaza allahu, ilaahay qofka wuu ku cizeeyaa, biha dhaafitaanka u dhaafay dhulmigaa la dhulmiyey, nasrahu, ilaahay wuxuu cizeeyaa qofka gargaarkiisa. Waa lagu dhulmiyey dhulmigii baad ilaahay daraadii u dhaaftay, ilaahay jalla wacala wuxuu xoojin oo quweyn gargaarkaaga, suu kugu gargaarina isagaa garan. Wamaa fataxa rajulun baaba caطiyatin, nina ma furo siin inuu wax bixiyo un, yuriidu bihaa silatan, isagoo silatu raxim ay ka tahay, ilaa zaadahu bihaa kathratan, ilaahay qofka wuxuu u ziyaadiyaa badni, waad bixisay adna waa lagu siin un. Wamaa fataxa ma furo qofna baaba mas'alatin, su-aal baakeed iskuma furo, yuriidu bihaa kathratan, isagoo badse isle, ilaa zaadahu llahu biha qilatan, ilaahay faqri umu kasii qaadsiya. Qaala alhaythamiyu rijaalu axmad arijaalu saxiix warawaahu abu dawud ila anahum lam yadkuruu thuma qaala ya aba bakrin akhraja axmadu wallaalakaiyu fi sunnah وابو القاسم ابن بشران في أماله وابن عساكر عن البهي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شتم المقداد. عبد الله بن عمر بن مالك وحيس أفرد فين مقداد وركاسو عبد الله بن عمر بعاي. فقال عمر علي نذر نذر أيان قريبيري إن لم أقطع لسانك. عبد الله يا وويل كيسي haddaan carabkaaga goyn waayo yani nadar baan galay. Waana cumar de idaa takallam nafad fakallamuu, dadkii badan marka dad baa la hadlay cumar inuu wiilka iska daayo. Wa talabuu ilay, way ka talbeen marka inuu iska saamaxo. Faqaala cumar baa yiri daacuunii xataa aqtaca lisaanahu, idaaya aan maxay carabka ka gooye, xataa laa yashtima bacdu axadan min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. وعند ابن عساكر عن البهي قال حير كان بين عبد الله بن عمر وبين المقداد شيء وحباك الدحي مقداد ايو عبد الله بن عمر خلاف فنال منه عبد الله عبد الله بن عمر با مقداد يعني وحجار سي اف وافلق يعني وعاي فشكاه المقداد الى ابيه بكسو دعوي فنذر عمر cumar ba wuxuu nadray laa yaqtacanna lisaanahu inuu gooya carabkiisa falamaa khaafa dalika min abiih cabdullaahi markuu ka baqay aabihii inuu fuliyo nadarkaas taxamala wuxuu soo kaxaystay calaa aabihi aabihi wuxuu soo kaxaystay birijaal rag buu yiri bal iga sasaba aabahay faqaala cumar baa yiri dacuunii aqt fa aqtaca lisaana dacuunii idaaya buri fa aqtaca lisaanahu fatakuuna marka waxay noqon sunnatan yucmalu biha min bacdi ninka soo saxaabada nebiga caaya in carabka la gooyo laa yuujadu rajulun shatama rajulan min asxaabi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaa qutica lisaanuhu waa in carabkiisa la gooyo un kada fi muntakabi lkanzi marka ibnu cumar iyo miqdaad arrinta isku qabsadeen waxay ahaydee arrin yar adduunyo bay ahaydee de saxaabaduna de basharun baayeen sidana kulan bay caadhoonhayeen sidana kulan bay xanaaqayeen marka caydan ibnu cumar iyo miqdaad waxaysa waa cayda yar bani aadamnimo iyo adduunye ahaan baa la isku qabtay walaakin kayfa yakuunu alamru kolkuu qofku saxaabada nabiga diin ahaan u caayayo si maanta shiicadu samaynayso abubakar iyo cumar caydoodu diin bay u arkaanba marka cumar kuwa muxuu ku samayn lahaa kii ay adduunyada isku qabsadeen ba hadduu leeyahay waa in carabka laga gooyo kuwan maanta hadduu cumar ibn khataab radiyallahu tacaala canhu arki lahaa muxuu samayn lahaa haddii marmar inaka ay dhacdo inta tusbax qaadato inaad wardi rogto mathalan taaliisha ama tasbiixda kun jeer ood aaminsantahin inaad ajir ku helayso say tahayna weeyaan shiicadu marmar maxay sameeyaan tusbax buu soo qaadaan markaasa abubakar maanta caydiisa laga yaabaa inuu rogo intaasoo boqol oo jeer wuxuuna aaminsan inuu intaa inuu ajri ku helayo abubakar ama cumar ama rag lamid ah.
قال رحمه الله تعالى الوقوع في المسلم قف مسلمها أود ملك قدعض أخرج أبو نعيم عن أنس بن مالك قال وقع رجل نمبا وحو أفلقا دي أما وعاي عند النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ننكلي فقال له النبي بكير ننكا أفلقا دي قم لا شهادة لك مخراتي مقشي دي نقاك قال يا رسول الله فلست أعود كن قل ما يو قال وحيري أصبحت تهزأ بالقرآن من قرآن كانت من أمين سنين كل جس جسيسا ما آمن بالقرآن من استحل محارمة قفكي حلاشة وحيالها قرآن كو حاران تكرلقي مونا الرمين قرآن من النبي عليه السلام كذا في الكنز وأخرج أبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب قال كان بين خالد وسعد رضي الله عنهما كلام ويسكو حناق حناق ندو حناق بشر نمو وكان يسوء الدنيا وحبار نحمر أيها صحابنا دو معصومين ماهين فذهب رجل نمبا مركا وحق ذا قلي يقع في خالد عند سعد إلا سعد يا خالد باسكو دعي نمبا سعد هيلي فأسو خالد عاي سعد بأسوى بحي فقال سعد باير ما امس بويروريا انك عايني انما بيننا وحنا غدح يعني يا خالد لم يبلغ ديننا دين اسكما هينا او عرض يا شرف وحا اسكما هينا يعني دين اسكما هينا الدنيا اسكما هينا انك خالد وحبا كشاغن بركتنا وحا ويان قفكه دي الدنيا اسكو قبسطان وارين يعني اد ان فقي بدن باقسدان كجرا لما قف حالك الدنيا اسكو قبسطاي اما وحاويان وحسكم ما ندافي وحال اسكو قبتنا وا الدنيا هدا الدنيا اسكو قبتنا اوغد بو دين تي سي اول دن بو مكاك سو دادين هيا غاس الدنيا دي سي دين تي سي بو اسراعين بيان كيس حلي بينو ندغيسن هين وعديسن نو ندغيسن هين سبتنا وا ما حي نينكا وحبا اسكو قبتنا وحا اسكو قبتنا ما وا الدنيا مركا تيبو هلك نينكا شيخ يوسف عليه رحمه الله عشر نو غن دغيا صحابه نبي غن لا يقف كاد الدنيا اسكو قبتان خلاف كينو هكو يا كادو ما حي الدنيا دون أكيد كذا ده، لكن دي الدين تي هجنيني نخلافك، وقف كده الدنيا لسكو قبتين ده الدنيا لسكو هيسان حساب بعد لسكو هيسان حساب تكو كلا هذا مالهم خصوا كلا بحه، لكن حساب تي الدنيا ده الدين تي هجنيني وقف كده الدين تي يوعد يسي يبيان كيسي يدو حراعين انت تازو كليه، بركة الحلي الشيخ يوسف عليه رحمة الله قصدنا نقول شيء سي عشر نقول نقطه. oo adduunyo taqof isku qabatan waa inaad tiraahdo inama baynana lam yablug diinana waxaan isku haynay diin ma gaarin ee diintu waa meeshaadi wa akhrajo tabarani an tariq mithla qala al haythami yuhiru wa rijaluhu rijalu sahih intaha ghibatu al muslim qofka muslimku ho la cadaw loo yaani la xanto dibka ay leedahay akhraj abd al razzaq wa abu daud an abi hurayra qala yuhiru jaa al aslamiyyu ننكي أسلم جيبا يمد نبي الله صلى الله عليه وسلم بو يمد فشهد على نفسه نفتي سيبو كقري أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات أفرجر بو يمد ويروان زنستي كل ذلك يعرض عنه صلى الله عليه وسلم نبي مركا ويسكيسي جيسين فذكر الحديث وفيه قال فأمر به نبي أمر مركي أبو براد وفروجيما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه نفتي سمين الدين حتى رجم رجم الكلب بلن كان ايغا الهي استوريه سو نوقنقن هيهله وخما ان زينيستو سيدا ايغا لو رجميه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ثم صار ساعه بسعودي حتى مر بجيفه حمار النبي وحسوم مري دمر بختي اها شائل كر اتاغي برجله لغهيسا دمر بختي ود لغه كر اتاغي النبي سو مري فقال النبي وحيري أين فلان وفلان قال نحن الذان يا رسول الله وأنا كان قال نبي حيري انزلا وفكلا من هذه فكلا من جيفة هذا الحمار فقال يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا قال نبي حيري فما نلتما وحاد عنتين او من عرض اخيكما ولكن عرض جنسي شرفتي سيها انفا مركا دويتو اشد من اكل الميتة يا بختي كحن
والذي نفس بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها نكر رجمني يعني أنهار الجنة وبياش الجنة ضيمك ينغمس يمدبالن هيا مخورن هيا كذا في الكنز وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة نحوه كما في الترغيب وأخرجه البخاري في الأدب نحوه مختصرا وصححه ابن حبان كما قاله الحافظ في الفتح وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فقال بعض المسلمين حبط عمل هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه كفارة لها بل هذه كفارة لما عملت نبي يقول حبط عملها ركاس النبي يقول مي رجمتني كفارة أتهي لما عملت وتحاسب أنت بما عملت كي هذا الكيرين وحلو الحساب بعضي كوتا لا إيادنا نبي حلو عليه السلام كفر قد بالنقطين أخرج أبو داود والترمذي والبهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية صفية يعني وحاك غفلا أي كتر يعني إنا غير عيبس يعني حاف صفية عيبت هذا وحاك غفلا إنا قابنت يوكري قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة باتري هذه بدل وقدر لها بدل لها قالت وحكيت له إنسانا نبي قوحان وقحك أيضاً أشياء باتري قف فقال نبي حير ما أحب أن حكيت لي إنسانا أن أمجع لأن القف أحواشي سئيشيكتو وإن لي كذا وكذا يعني وحا يا وحا والدنيا بهلا يسيه قف احواشي نادي الشيخ المجعلي قال الترمذي الحديث حسن صحيح وعند ابي داود ايضا عنها انها انه اعتل بعير للصفيه اعتل وحا حنون صدي بعير اور للصفيه بنت حيي اي لهيد أو رأيفو ليس بنتي صفية بنت حيي بابو كوضي وعند زينب زينب بنت جحش الجليد النبي قاهد فضل ظهر أو زيادة هي هي ستي رضي الله عنهما أنا ناقل ولا قبا عندي كل ناقل ولا قبا نوحك دحيا وحدو مرك دحيا ولا قبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا نا أورك زيادة لها صفية سي فقالت زينب ترى أنا أعطي تلك اليهودية يهودية دسنسيانو فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها نبيكو كهجرو ذي ذي الحجة والمحرم وبعض السفر صد لباب بلوذي يبرد نبيكو كهجرو كلمة دي أو دقتني كذا في ترغيب وأخرج ابن ساعدين نحوه وفي حديثه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها من ويمنين زينب حتى قالت زينب حتى يئست منه إلى النبي عليه السلام كبقوستي وعند ابن أبي الدنيا رضي وعند ابن الدنيا عنها قالت حتى قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل ناكتنا ويدبو انتهي ساسيتري فقال النبي حيولي الفذي الفذي ناطف طف فلفظت بضعة من لحم طف طف كل النبي يقول عليه السلام بيتري وحان طفي وصل ذير وهيلب كذا في الترغيب وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه حنونك والنبي محمد كبير عليه السلام اجتمع إليه النساء دمرك النبي قائس قيمت فقال الصفية بنت حييبة وحيتري أما والله يا نبي الله نبي إله يو إله يبان كردارتي لوديت أن الذي بك بي حنوك كهي محو أنيغا يقول سوري قواي فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمر كي أكفر يبا يدي ولا قنجير يينها وقت حشو وحسك له يعني أما سير تسيسا وحسك له يعني وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قارك يدو يجي قنجير أفر بي يعني أمسين هيا فقال النبي حويري مضمضنا نلغلق ذا فيقولنا وحيرا من أي شيء يا نبي الله
qaala min taqaamuzikunna bisaaxibatikunna. Gabadhan ka luqluqda, wallaahi innahaa la saadiqatun, hadalkaa ay tiri run bay ku sheegaysaa. وسنده حسن كما في الإسامة. وأخرج ابن سعد أيضا من حديث طريق عطاء بن يسار بمعناه. وأخرج أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلانا على ننكاسي تبريرا مرجي سنة ساسفيرا يعني قف هذا تبرير كعي كريم أو قالوا: ما أضعف فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه. وأنا لحمتين هل في سنة وعنتين. ولفظ طبراني أن رجلا بقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا في قيامه عجزا كعتان كي سبكار كان تبريري، فقالوا: ما أعجز فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتم أخاكم واغتبتموه. كذا في الترغيب قال الهيثمي: وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد ويقال له حماد وهو ضعيف جدا. انتهى هوس. لكن حشوك أنك أن علماء كلام حديث كيسا حسن كالكتك. وأخرجه طبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بمعنى السياق الأول أي كسو أروري سياق آهرين. وزاد فيه طبراني وحكو زيادية قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه نكن وحو ليها ما شاقنا أنكو. قال: إن قلتم ما ليس فيه وحونا لهين ذات كشاق لهيدين فقد بهتموه واتكو بين أبورتين بار مركا حانتو حويا وقفكو وحويا يتشاقتو وحونا أهين والشاقتنا وبين أبورتاسي. قال الهيثمي: وفي علي بن عاصم وضعيف. وأخرج الأسبهاني بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا يأكل. فقال نكيبا يري يعني لا يأكل وحمعون حتى يطعم إلى ذاتك عنان وكذاتك عنان الرجال عدنا سيقوا حمل عنان بوحونا ولا يرحل ما نقوره حتى يرحل له إلى أسجى أوركيس اللور هران وان انتبر يرى وحمر هران كرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموا وضحمتين. فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه ننكني وحيو يهي من كشاكيني. قال النبي حير: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه ولا الكا وحيو يهي مركات كشاكتاكو وفلن دنبي. كذا في الترغيب. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له ورواته رواة الصحيح عن ابن مسعود قال: حير كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل باكعي فوقع فيه رجل من بعده من أسقى كدن بيبا نكي أفلق دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل ورنك كحلا شوب النبي ويري. فقال: ومما أتحلل ومحن كحلا شدا. قال: إنك أكلت لحم أخيك ولا ألكى هلب كيسي بضع تي. كذا في ترغيب. وفيما نقل الهيثم يتحلل. فقال: وما أتخل وما أتخلل يا رسول الله أكلت ما أكلت لحما هلب عنان محنك على شذا وحن عنان وهلب كي عرض كيسي. وأخرج أبو داود طيالس وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة. والبيهقي عن أنس بن مالك قال: حير أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم نبي قمال مدكور صوم وقال حير: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له. الآن إذن بحيوقفن ينوح بعنن. فصام الناس حتى إذا أمسوا فجعل الرجل وحب الله بيجيء فيقول: يا رسول الله إني ضللت صائما ما أنت وردن بان صومناي فأذن لي فأفطر أن أفطر إذن فأفطر. فيأذن له الرجل باوي منه والرجل باوي منه حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من أهلك لبقى بروض وجماعات كمدها السحابت هذا ظلتا صائمتين وإنهما تستحييان أن تأتياك فأذن لهما فلتفطرا. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عاوده منك هذا الكيكو علي. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عاوده فأعرض عنه
ثم عاوده مركلو كعلي فأعرض عنه فقال نبي محيري إنهما لم تصوما لبدا سمين صومين وكيف صام سوء صوم من قف ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس قف ما أنتو لن هيلي بددعون يمحوك صومنا اذهب اتغو فمرهما أمر إن كانت صائمتين هدي صومنايين فلتستقيا هاي سكما تجيان كودة دا صومنايين متغا فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا ويسكما تجيين فقاءت كل واحدة وحيما تكتي علاقة من دم حنجر ليك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي حلو والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما هذه هي بكاس أي متغين على شوض كهر لها لأكلتهما النار نار باعون الأحيد وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا أيضا والبيهقي من رواة رجل لم يسمى عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أن أحمد قال حير فقال لي إحداهما قي نمتك فقاءت وحيمتك قيحا ملك ملح ودما ليك وصديدا صديد يقيح وإسلام معنا تقريبا سورة دويهين صديد كحان ملين ووحي بيبيه مركتاي ولحما يهلب حتى ملأت نصف القدر القدح والكي بركي بحسي ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط لحم طري هرب جديد وغيره حتى ملأت القدح نسكي للنبي تيك للنبي حسين ثم قالوا إن هاتين بالنبي لبعضين سماركتان صامتا وحيك الصومين عما حل الله لهما وحي حلاش أدبيه يعنتدي وأفطرت على ما حرم الله عليهما ومحيسمين جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلت وحي بالله بين تأكلان من لحوم الناس هريب داد ما أنت أوردن إن يعنان كذا في الترغيب وأخرج الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار عاد عربات بها كل السفر لو جبنا لسو خدمه ايو وكان مع ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما ويساحدين فاستيقظا ويسوكح ولم يهيئ لهما طعاما خادم كن عنت من الديارين فقال ان هذا لنؤوم اركني هرد بدن ما انت هرد كجري فأيقظاه ويكعيا فقال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أتقاه فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام نبقى وانكو السلام إنك أبا بكر وعمر هدانه ويستأدمانك وحينك ويديسان هيان إدام سوس أما سوغك ويديسان هيان فقال صلى الله عليه وسلم إنهما قد اتدما حد كتر هذان صوص يسوغ وده ستان فجاء وركب قادم ونبي قوي مادين فقال يا رسول الله بأي شيء اتدمنا ومحانا نكو كعني طبيق واوي فقال صلى الله عليه وسلم بلحم أخيكما ولكن هيلبكين بايدينها محي والذي نفسي بيده إني لا أرى لحمه بين ثناياكما هل كثنايا واحد الكا يا إيش في العرض مرمريهم دول دولي لذا الكين إن هلك السكار كبيري فقال رضي الله تعالى عنه ما استغفر لنا يا رسول الله رسولك إله يوم يعني إله استغفرنا ويدي فقال نبي حير مراه أمر أسجى فليستغفر لكما ندم بميدان يقرا سكك عشان ارضى عسقي استغفار ويديست كذا في التفسير لابن كثير كان ما نوع عدنا انسان دنبيده لا غديره تاسي واميد تكان قفك ولالك سيدوني دي اكتاد هو وغو وينادو سيدوني اكتاد قدر هو يشو سيدوني اكتاد وحا وهي منزلها او يشو قفك قد كو ارغت اسوغو دي كويعسن خطك اما وحا وهي دنبي بو كدعسن ان ادن ام جاملينن أذن دنبقا إيا قفكا إيا خطأ أذن كدا ونن نصيحة سيدا معه ولا التنمت كنا سيدا مردقا يسو
imika Umar iyo Abu Bakar waa labadii qof nabiga ugu jeclaa alayhi salaam hadana markii ay qalad ku dhaceen waa kan uu sheegaya oo uga nasiixinaya walaaltinimada dhabkeena waa taas ee ukhuwada dhabteena waa taas nasiixada dhabteena waa taas qofka walaalka inaad gacanta qabato oo u nasiixayso bilati hiya ahsan taban yid kalam jayid ama kalam fiican inaad ugu nasiixayso oo gacanta ka qabato qofki walaalka ahaa ee godka ku sii dhacay laakin qofki walaalka god ku sii dhacay dad ku daawato oo u munjamalayso taas nasiixa ka fog walaaltinimadkuna sida ma dhigayso qala rahimahu allah ta'ala tajassusu awrati almuslimin dadka muslimiinta awraadkooda oo la tajassuso haaraanta ay leedahay in qofka muslimka tajassusku waa maxay waa basaasnimadka qofki walaalka ah wixii u qarsoonaa inaad barbardo hada la yajuz tajassus yani tatabbu اخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والخرائط عن المصري بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف انه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما المدينة مقال المدينة حراسة وسجودين وامير كي لناوها حراسة هياي فبينما هم يمشون وقت يسودا شب لهم سراج في بيت قري ايا فينوس باك افتيم يعني شب وحا افتيم لهم ايق وحا افتيم سراج في بيت فانطلقوا وحي كسعدين اي اذين فينوسكي يأمونه ايق اقصد ايا فينوسكي حتى اذا دنوا منه مركي ادوادين اذا باب واب الباب مجاف للسوعلي على قوم تدبلوا سحرك انو الباب سوعشن على قوم لهم فيه أصوات قولي قد أحدي سوحا كده يعني سوحا بك دعي أصوات مرتفعة ولغط لغط مركا وسوحا هي أصوات هي بوق هي قولي قد أحدي سك ده مقضي فقال عمر بايري وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف أتدري بيت من هذا قولي قد يالي قال وحير عبد الرحمن قلت لا ما قرن هايو فقال عمر بايري هذا بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف وهم الان شرب حنا ملينها يا بري سوحن كاس ان يدد وحبي يعني سخران سن اي فما ترى ما حن سمينا قال عبد الرحمن بايري ارى ان قد اتينا ما نهانا الله عنه عمران وحن ورك وحي الهي انو ديدي ان ان هرت انك كل دعني با وحي الهي وديدي نهانا الله الله وحي انو ديدي فقال وحي ولا تجسسوا يعني تجسسين هاي سر راعنا فقد تجسسنا انكم وحال النبي بيقول ما هي تجسس مركه عمر رضي الله تعالى عنه كان وقافا بالقران كل حق لو شيغو يعني كيت وكيت ما لهين فانصرف عنهم عمر بس كده وتركهم مركه قصص كان دعيا يا احوالهم وقت النبي دعي يا وقت الصحابه دعسان سو شيغني درس بي امته او تهي سي احكام لوغا قاطو قصدنا ان يمكن دكاس خمر عبان اي سوحان كاسو دحو عمرنا سيدنا انقلو عبد الرحمن قعنت قبطو حكم بي علمات كسو سارين الى قيام ساعة سعون حكم كسوة محي منكر كوكر الى يهلا انكرو ومنكر ظاهر كا لكن منكر بقفة دو خمر دي لطنون دومان هايو امي لقلو انت دبرع الرعضاء دبار ورد وحبان انكار انو سمينا ما انكار المنكر ارن ميسي منكر كلا انكري ومحي ومنكر كالظاهر كده بنان كالو لا صبحو لكن قفك دو منكر كيسا قرسان هايو ان او دبقل قشو اذي قد انبا دنبي كود عايو او تجسس ليمت من دنبي قد وحاوية لان كريا وكل كوحي الظاهر ياي واخرج ابن منذر ايو السعيد بن منصور عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقد رجلا من اصحابه فقال لي ابن عوف بكوري انطلق بنا الى منزل فلان فننظر قبل هبل انوقي فاتى منزله بيتجان فوجد انك باركين بابه مفتوحا وهو جالس وامراته تصب له في الاناء يا اسلانتي سو ويل وحو شبيس فتناوله اياه ويركي او شبيس بي سينيس فقال عمر باير لابن عوف هذا الذي شغله عنا انك وحان لويني مالها شراب كانوا مشغول كيا مرك عمر وحو ملي وحين شراب ياي فقال ابن عوف انه خمر يعني فقال ابن عوف باير لعمر وما يدريك ما في الاناء ولك ناكتن وحي وشي مورب عمر وكايسا فقال عمر باير اتخاف ان يكون هذا هو التجسس مك عمر ود يعني مو برارغي
ma umarayn buu yiri inaan tajassus ku dhacay. Qaala Cabdiraxmaan buu yiri bal huwa tajassusu, iska damaadan ku dhicine tajassuska naftiisii baad ku dhacday. Qaala Cumar wuxuu yiri wama tawbatu min hada, tajassuskunaan ku dhacay maxaan kaga tawba keena. Qaala Cabdiraxmaan baa ku yiri laa tuclimhu bima talacta calayhi min amri, taasi waa mid laa tuclimhu, ha u sheegin buu yiri bima talacta calayhi min amri, ninkan axwaashiisanaad aragtay ha u sheegin, taasi waa kow. Walaa yakuunanna fii nafsika ilaa khayran, xusnu dhanni mooyeena wax kalena ha u qaadin. Thumma nsarafa, marka qofka dembi ka gasho buu kuleeyahay labadaas, inaadan asaga u sheegin inaad ceebtaa ku qabatay iyo inaadan qalbigaaga waxxumaanaha aadan ugu qabanin xusnudanni aad ka aaminto. Thuma nsarafa kada fi lkanzi. Wa akhraja cabdulrazaq can taawus ana cumar ibn khaaab radi allahu tacaala canhuma kharaja leylata mubaxa yaxrusu rufqatan, jamacaad buu ilaalinhayay, nazalat min naaxiyati lmadiina, safar magaalada madiina kusoo degay buu ilaalinhayay. Xataa idaa kana fi bacdi lleyl mara bibeytin fiihi naasun, dad buu soo maray ay ku jiraan guri, guri buu soo maray dad ay ku jiraan. Qaala wuxuu yiri raawigii xasibtu annahu qaala yashrabuuna, dad khamri cabaya gurina ku dhex jira. Fathaara bihim, cumar baa hujuumay soo weeraray. Marka cumar muxuu yiri afisqan afisqan, war ma fisqi baad la imanaysaan, ma fisqi baad laazimaysaan, ma khamri baad cabaysaan. Faqaala bacduhum baa yiri balaa, ha afisqan afisqan, adigaa fisqi la yimid bay ku dhahdeen, adigaa fisqi la yimid. Oo fisquu cumar la yimid waa maxay? Qad nahaaka allahu can haada, ilaahay baa kuu diiday adiga tajassuskan. Qad nahaaka allahu can haada, adaa yani ilaahay wuxuu kuu diiday tajassuskan, yani fisqan fisqan bay asagii ku rugeen, waadix. Lakiin cumar muxuu la hadaba dad khamri cabaya, waadix, wuuna arkaa. Lakiin kolkii cumar loo sheegay dee lagu qabtay xeerkii aayadda qur-aanka ahayd, muxuu yidhi farajaca cumaru wa tarakahum, cumar wuu iskaga tegay radi allahu tacaala canhu, wuuna iska noqday. kada fi lkanzi wa akhraja alkharaitiyu can thawr alkindiyi ana cumar ibnu khataab radi allahu tacaala canhu kana yacusu, yani kana yatuufu bilmadiina, magaalada madiina haminka ku tawaafi jiray. min alleyli fasamica sawta rajulin fi beytin, nin buu maqlay yataghannaa, heesaya guri dhexdii. fatasawara calayh, cumar tasawur, yani gidaarku cumar uga soo dhacay, gurigii buu gidaarka uga soo dhacay. faqaala, markaasuu cumar yidhi yaa caduwa allah, adananta ana allaha yasturuka wa anta fii macsiyatin, cadowgan ilaahayow ma waxaad moodaysaa inuu ilaahay ku asturayo odoo macsiya ku jira, waan ku hayaa weyaan macnuhu. faqaala wuxuu yidhi wa anta yaa amiira almu'miniin laa tacjal calaya, horta haygu degdegin, haduu cumar buu garanhayaa, haygu degdegin. in kuntu in akun haddaan ahay casaytu llaha waaxidatan faqad casayta llaha fii thalaathin, aduu wuxuu yidhi saddex jeer baad ilaahay, oo saddex jeer waa maxay? Qaala wuxuu yidhi walaa tajassasuu waqad tajassasta, taasi waa mida qabo. waqaala wuxuu yidhi waatu lbuyuuta min abwaabihaa waqad tasawarta calaya, adna halkaad ka soo dhacday buu yidhi gidaarka, ilaahayna muxuu yidhi waatu lbuyuuta min abwaabihaa wadakhalta calaya bigayri idnin, anoon idanku siina guri waa iska soo gashay. waqad qaala allah tacala laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastanisuu watusallimuu cala ahliha, marka dadkooda hataa deedkan dee saxaabada iyo waqtigaa noolaa xataa faasiqiintooda ayaa qur-aanka sidaa waxafidsanaa, dadkooda wax cabaya mastdilmahakada kan wax cabaya hadana qur-aanka kasaa uhaya. qaala cumaru radia allahu tacaala canhu, lama doodin, oo meesha markii hawa jirto ama aqraad ay jirto ama aydana jirto ismaandhaafku markaasuu dhacaa, laakiin qolku ninkaasa xaq un doonayo khalaas sheegitaanka unbaa ka xiga qofkuna xaqa qaato. qaala cumaru wuxuu la sheekaysa waa nin khamriya cabaa, fa hal cindaka min khayrin, wax khayrihi ma kugu jiro arrinta, ma ka tawba keeni weyaan, in cafawtu canka. qaala nacam facafa canhu wa kharaja wa tarakahu, marka cumar iska cafiyey wuu iskaga tegay halkii uu markaa iska noqday cumar kada fi lkanz. وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال وحيد خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإذا هو بضوء نار, عمر بن مالك وروريقي مركز أركي ضوء النار افتين كيد معه عبد الله بن مسعود بن السعودي
فأتبع الضوء وحي صور عين افتينكي حتى دخل الدار بيقلين فإذا بسراج وانتف فينوس في بيت فدخل وقلي وذلك في جوف الليل بيأهي فإذا شيخ جالس شيخ أضي أضي وإن أدقه جالس وبين يديه شراب خمر بأهر تالي إيه وقينة أضون فنانده وهو سيسي تغني أضون فنانده وهو سيسي فلم يشعر أضيق مونا الدريمن حتى هجم عليه عمر لا عمر صوير ري فقال عمر بايري ما رأيتك الليلة منظرا أقبح ما رأيتك الليلة عاو أوكل هورت وليق إمس ومرين عمر باصالي منظرا منظر إمس ومرين يعني أركتي أقبح كفولح من شيخ ينتظر أجله وضي وين ووحي سيقو أيتاين بمحي جيري وهذا واحد كله هجرة وخمر عبيو إسلام هورت فردو فرفع رأسه إليه وضيقب عمر إيغي فقال حيور بلى يا أمير المؤمنين ها وصداس ما صنعت أنت أقبح عمر وضو حد سمي سيبا كفالح وحن سمي تجسست تجسس بالله تمت وقد نهي عن التجسس ودخلت بغير إذن إذن لين وضي سوق شيء فقال عمر بايري صدقت رمبات شكتي ثم خرج ويسكبح عاضا عمر أوقنينسا على ثوبه مرديس يبكي رضي الله تعالى عنه وحكوين ووانو وكما قال يوضي نعيها هذا ماذا وحكا قضان لها كاسو كلمات ماذا وحكا قري الله بارك آيات بالشيخ القرآن كلنا دو كود دليلينا هذا ماذا وحكا قري لها لكن سانسور شكنا يقول كان ميشي هوا جيرين أغراض أين جيرين حق أقبل دي سوحي كاقاي حدن تاوني أضم قشي بس لكن وحا وحا وبين يوام حي الأغراض ودنا ثم خرج عاضا على ثوبي عمر باب حي السوق وقنينسان مرديس يبكي وقال حيري نفتي سولها الله يوم ثكلت عمر أمه إن لم يغفر الله له ربه عمر هو يدي باهو اكتهدون إله دم بردافن يجد هذا ننكني ويري يعني وحو دراميا أبسيداس أبسيبو ننكنا دراميا دو أدقاني كان يستخفي به من أهلي وأدقاني دي قبر دام بيهايين إهل كيسي وحن وكلار دون تيحمانتا وفيقول الآن وحو ننكني مردو أران دونا رآني عمر عمر بمرا دو حمانتا إغو أركي مركا دي خلاص إمير كيدا نبا إغو أركي مركا دو سي وضان دونا وحن وحل سي قرين دو عمر عمر بها دو أركي دو أنسك سي وضان فيقول الآن راني عمر فيتتابع به مركزو حمان تنسي وضندونا وهجر الشيخ مجلس عمر حينا أضيقب حلقة عمر وقت دار كفقاذي فبين عمر بعد ذلك جالس وقت عمر رضي الله تعالى عنه فرديو إذ به قد جاء شبه المستخفي إذ به وحايمد إذ يعني به وابننكيو قد جاء يمد أضيقي شبه المستخفي سو آدي سقرين هيا حتى جلس وحو فرستي في أخريات الناس تذكر هالكي أدن بيسيبو فرستي فرآه عمر فقال عمر باشي إدى كاركي أضيقي نويس قرين هيا حلقة هالكي أدن بيسيبو فرستي فقال عمر علي بهذا الشيخ رضيقا إيسو كعي بيري فأوتي ننكي با عمر الوكياني فقيل له أجب رميرك الله هذا فقام وكعي وهو يرى أن عمر سيسوءه عمر ما لها ما أنت وحمين دونا أو عقاب دونا بيري محوك عقابنا بما رأى منه وحيو قاركي فقال عمر بايري أدن مني يسودوه فما زال منكزون يدنيه يسودوه حتى أجلسه بجنبه عمر الحسو فريسي لن عيسى فقال حيري أدن مني أدنك عمر بيان فقال حيري أدن مني أذنك بدكت هذا يقول سو دوي فالتقم أذنه دكتي سيبو أفك جلي يعني دكتي بو أفك ولا قشري أما دولارك يبو أفك ساري فقال حيري أما والله أما والذي بعث محمدا بالحق رسولا يعني عمر بأضيق الله دكتي إيه سو دوي بكيري
daloolka dhagtiibu siibo afka saar yani iltaqa waxna uu luqmadaystay oo dhagtiisiibo afka geligay si uuna cid kale hadalka u maqal marka cumar baakun yaa ku yiri ama waladii bacatha muxamedan bilxaq rasuulan baan ku dhaartay ma akhbartu axadan min annaasi bima ra'aytu minka wixii imaad garan buu yiri habeenkii haa qofna maana u sheegin waadix axadan min annaasi bima ra'aytu minka wala ibni mascuud ibnu mascuudna cidna muuna u sheegin fainahu kaana maci faqaala odaygii baa yidhi yaa amiira almuminiin udnu minii udunak adna bal dhegta iisoo dhawee cumar baa dhegta usoo dhaweeye faltaqama udunahu odaygiiba dhegtii cumar buu afka geliyey faqaala wuxuu yihi walaa ana waladii bacaha muxamedan bilxaqi rasuula maa cudtu ilayhi xataa jalastu majlisi haada ana wuxuu yihi waxaan ku dhaartay ilaah nabi maxamed rasuul ma kusoo daartay maa cudtu ilayh kuma noqonin wixii aad habeenkii ugu aragtay xataa jalastu majlisi haada ilaa xalaqadan aan soo fadhiisanhayay wixii maana ku noqonin farafaca cumaru sawtahu yukabir cumar baa afka wuxuu ku dhawaaqay maxay allahu akbar famaa yadri nnaasu min ayi shayin yukabir dadku waxay garan waayeen maxay wuxuu la takbiirsan isagii ilaahay baa isla ogaa kada fi lkanzi waakhraja tabrani can abi qilaabata ana cumar radia allahu tacala anhu xudith أن أبا محجن الثقفي يبا يشرب الخمر يعبي في بيته هو وأصحابه له بكو عبي نكا يا خمري أبا محجن كاي أصحابه لا بخمر كو عبي فانطلق عمر بسعودي حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل فقال أبو محجن باير يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس حنو تجسس يسا أنكم منكر دي بدما لا يمنين فقال عمر باير ما يقول هذا ونكن وحيلي محا كجرا فقال له زيد بن ثابت بير وعبد الرحمن بن أرقم صدق يا أمير المؤمنين هذا من التجسس وحان سمعنا يوام حي وتجسس وقفك الدين حمانتي لقرصدي وقولي لا نحتاجي من كجد بقال لك تاسين أما بنانا فخرج عمر باس وبحي وتركه كذا في الكنز إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.